السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 10/8/2022 في مصر في منتصف التعاملات، سجل الذهب العيار 24211 ونص، البيع 1275 قرش، الشراء الذهب العيار 22110 ونص، البيع 1125 قرش، الشراء الذهب العيار 21060، البيع 1055، الشراء الذهب العيار 18908 ونص، البيع 904 وربع، الشراء الذهب العيار 14765، البيع 703 وربع، الشراء الذهب العيار 12675، البيع 672، الشراء الذهب عيار 9454 وربع، البيع 452 وربع، الشراء. أما الجنيه الذهب سجل 8480، البيع 9185، الشراء. أما الأونصة بالدولار الأمريكي 1791، البيع 1790 دولار، الشراء. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.